اول حاجه هنعملها هتكون الرز بالخلطه. بنجيب الرز المصري بنغسله وننقعه وبعدين نصفيه، وبعدين نقوم جايبين فوطه المطبخ نفردها على الترابيزه ونفرد الرز عليها ونفرد فوقيها فوطه مطبخ تانيه، وطبعا كله نظيف وناشف اكيد لحد ما الرز يبقى ناشف خالص، اكنه لسه واخداه من الكيس او من الشوال، اكنه مش لا اتغسل ولا اتنقع. المقادير: رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي ومجفف، كبده فراخ مسلوقه ومتقطعه، قوانص فراخ مسلوقه ومتقطعه، مكسرات حسب الرغبه، بصل احمر ويفضل يكون احمر مبشور ناعم، سكر بني او سكر ابيض، ومعاه معلقه عسل اسود اللي انتوا عايزينه، قرفة. والرز ده بيتميز بكمية القرفة اللي فيه، يعني لازم يكون فيه شوية قرفة حلوين كده. في ناس بتزيد مع القرفة جوزة الطيب وسبع بهارات، أنا بعمله بالقرفة بس. زيت وزبدة، لو هتحمروا الرز يبقى الزبدة دي هتبقى سمنة بلدي، ملح وفلفل ومية مغلية. قبل ما أبدأ في الخطوات، القوانص والكبدة عملناهم بطريقتنا التقليدية، جبنا مية سخنة جواها فلفل اسود جواها خل ابيض، نزلنا الاول القوانص قبل ما تغلي، شلناها شطفناها رمينا الميه غسلنا الحله، جبنا ميه تانيه سخنه عليها خل ابيض وفلفل اسود، نزلنا الكبده قبل ما تغلي صفيناها شطفناها رمينا الميه غسلنا الحله. يعني دي خطوات أساسية في عمايل الكبدة والقوانص، بعد كده قطعناها صغير وهنبتدي نسويها. نقول بسم الله بقى، قلنا كل الحاجات عشان إيه؟ محدش يتوه مننا. هجيب بقى هنا أحط أول حاجة السكر يا مدام أحلام، أهو ده مهم أوي أوي الخطوة دي. أول ما ياخد اللون ده أقوم نازلة عليه بالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن شوربة؟ ممكن شوربة. كمية المية قد ايه؟ نفس كمية الرز، كوباية لكوباية. تمام؟ دي مية التسوية. في الحلة اخدت معلقة من البصل، من الزيت، عليها البصل، عليهم الزبدة او السمنة البلدي براحتكم، عليهم التتبيلة، ملح، فلفل اسود، قرفة، بصوا خد اللون اللذيذ ازاي والريحة خطيرة. هقوم نازلة الاول بالقوانص وديها فرصتها، قوانص وديها فرصتها، وانا بديها فرصتها احب، انا ما احبش اضيع وقت، او محطة هنا زبدة، زيت، معلقة ومعلقة، وأقوم منزلة المكسرات إذا هنستخدم مكسرات، ما عنديش مش قصة. اديت فرصة للقوانص، أنزل بقى بالكبدة. أنا هنا مش بسوي، أنا هنا بشوح. ايه الخطوة اللي جاية؟ مية التسوية، المية اللي بالسكر، وانزل هنا يا شيماء اعمل الرز بالطريقة التقليدية. هعمل ايه؟ المكسرات دي خلاص هقوم جايبة هنا ووك او حلة او ايا كان، يعني اي حاجة هتستخدموها، وهقوم جايبة الرز ده مش سخنة عشان الرز ما يتلسوعش، زيت وسمنة مش زبدة، ها؟ عشان الزبدة هتتحروق وهتبهدل لي الدنيا. وانزل بيه هنا. زي ما بقول دايما جربوا كل حاجة واختاروا الأنسب. لو بصيتوا على الرز دلوقتي هتلاقوه بدأ يتحمر بمنتهى السلاسة والسرعة، هتلاقوه مش قافش في بعضه ومش مكسر، بس كده اهو، وهفضل احمر فيه بقى.
انا محتاجه ازود شويه ميه عشان كده انا مطلعه الكاتل بقالي شويه. دايما الميه سواء كانت الرز بسمتي او كان الرز مصري، دايما الميه فوق مستوى الرز بعقله صباع. انا بس عشان الوقت يلحق يستوي اهو، وهنزل بيه هنا هقلبه مع بقيه المكونات وادخلهم في بعض، اتاكد ان كميه الميه مظبوطه اللي هي سنتي فوق سطح الرز، وهقوم مرجعاه على مطلعاه على النار العاليه، وبعد كده هبتدي اوطي واغطي واسويه التسويه العاديه.